اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. تتفاخر الدول مثل ما تعرفون بالكثير من منجزاتها، تفاخر بالمنجزات الكبيره. دول تتفاخر باكبر الجامعات، باكبر المراكز الطبيه، باكبر المستشفيات، بعلاج تخترعه، بمكننه جديده تجدها، بطرق جديدة تفتحها، بمساحات خضراء جديدة تضعها على خارطة بلادها، بعلاقاتها، بإنتاجها، بصناعاتها المتنوعة، بقدرتها على زيادة مواردها وعلى تنوعها، بالرفاهية، بزيادة واردات بلدها وزيادة واردات كل مواطن، وبتأمين صحي وبتأمين شامل. هكذا تتفاخر الدول، ولذلك الدول تأخذ مراتب يعني كبيرة، والبعض منها يتفاخر بأنه قضى على الفساد، قضى على الأمية، قضى على الأمراض، قادر أن يواجه الآن في هذه الظروف، قادر أن يواجه كورونا وغير كورونا وهذه الوباءات. إلا في العراق، في العراق يتفاخرون بأن لدينا أكبر مقبرة في العالم، وتلك إحدى كوارثنا الكبيرة. لذلك أوجاعنا تكبر، والعراق يتحول إلى مقبرة من شمال إلى جنوب. في هذه الحلقة والحلقة التي ستليها ربما سنتحدث عن فاجعة جديدة، والفواجع ما أكثرها في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية تكررت هذه الفاجعة. كنا قد شهدنا في شهر نيسان الماضي فاجعة مستشفى الخطيب، نفس الحالة ونفس الطريقة، وربما نفس الظروف متشابهة ونفس الموتى. كانوا في مستشفى الخطيب في بغداد، في مكان مستشفى العزل المصابين بأمراض كورونا، فاحترقوا فيها، حرقوا فيها. ومن حرقوا في مستشفى الحسين في الناصرية هم أيضا في مستشفى العزل أو في قسم العزل من أمراض كورونا. في مستشفى الخطيب راح أكثر ربما من 100 قتيل، وفي هذه المستشفى مستشفى الحسين الآن يتحدثون عن 124. تتحدث صحة ذي قار ووزارة الصحة تتحدث عن 60، تقلل العدد، وكأن في ذلك تفاخر، وكأن في ذلك محاولة لتقليل حجم الكارثة الفجيعة للعراقيين. هذه كارثة لا يمكن أن تخفف، والعدد أكبر بكثير. الناس تتحدث ربما عن 200 واحد وأكثر، وجثث مجهولة متفحمة، وإذا بنا نرى صور لفاجعة كبيرة. المرضى كانوا في جملونات، هذا يعني ربما أفضل وصف لها، جملونات من يعني لا أعرف من الحديد في هذا الجو الساخن، أجهزة تبريد لا أعرف مبردات غيرها وضعت لهم، وتركوا في هذه المستشفيات، وإذا بحريق يشب، مثلما قالوا أن قناني الغاز، قناني الأكسجين قد انفجرت في مستشفى الخطيب. هنا قالوا نفس القضية، نفس التحقيقات، وشكلوا لجنة وربما نفس اللجنة لتحقق في الحادث، وإذا بالكارثة، كارثة كبيرة، وإذا بالفاجعة، فاجعة كل العراقيين. وإذا كان البعض يعتقد أن هذه هي الفاجعة الأخيرة فهو واهم جدا. هذه فاجعة من الفواجع، ستليها فواجع كثيرة في العراق. هناك خطة لإبادة العراقيين، هكذا وضع العراق منذ عام 2003 لحد الآن. 18 سنة ماكينة القتل والتدمير والموت مستمرة، لذلك يتفاخرون بأكبر مقبرة في العالم، تفاخرون بالمقابر. 18 سنة صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الديمقراطية والحرية والازدهار والأحزاب المتنوعة والإسلام السياسي ولا تعرف ماذا. هؤلاء الإسلام منهم براء، والدين منهم براء، والأخلاق منهم براء، وكل شيء منهم براء. هؤلاء مجموعة من القتلة، مجموعة من الفاسدين، من المخربين. الكل الآن يتهم الكل، الميليشيات الآن تتهم الحكومة بأنها هي التي قصرت، والحكومة تغمز الميليشيات بأنها هي المسؤولة عن هذا القتيل. وهؤلاء مدراء الصحة ووزير الصحة وغيرهم
هم تابعين لهذه الأحزاب ولهذه الميليشيات، وإذا يعني بالقضية هي 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 المسؤولية تقع على عاتق كل هؤلاء حكومة وأحزابا وميليشيات، هؤلاء الذين صمموا للعراقيين هذا الفخ، فخ الموت. 18 سنة أهل العراق يدفعون إلى فخ الموت، مرة بداعش ومرة بإرهاب ومرة بقتل ومرة بتدمير ومرة بطائفية ومرة بحرق، وإذا بالحرائق يشتعل العراق من شماله إلى جنوبه. ما هذه الحرائق؟ البلد الوحيد الذي تشتعل فيه الحرائق كل يوم عشرات الحرائق، ولا تنتهي ولا تنطفئ هذه الحرائق، وإلى متى هذه الحرائق؟ يعني فاجعة لا يمكن تحملها. وإذا بهم يتحدثون عن في مستشفى يعني في الحادثة التي حدثت في نيسان في مستشفى الخطيب، استقال وزير الصحة وقبلت استقالته وهكذا، شكلت لجنة التحقيق قالت انه قنينة للأكسجين انفجرت مع الكلام. وهنا ايضا استقال مدير صحة ذي قار واستقال ما اعرف منه والتالي. وماذا عن كل هذه المطحنة؟ ماذا عن هذه المثرمة؟ هذه الفاجعة الكبيرة، هذه الناس اللي فقدوا كلها، هذه المستشفيات هي مراكز لتطبيب الناس أم لقتل الناس؟ أهل العراق يعني ما عادوا يثقون بشيء، لا عادوا يثقون بسياسي لأنهم كلهم كذابين، لا عادوا يثقون بمستشفيات لأنها كلها مراكز للقتل والموت، لا عادوا يثقون بالطرق لأنها طرق يتعرضون فيها للقتل والاختطاف والابتزاز والأذى، ما عادوا يثقون بكل شيء، ما عادوا يثقون حتى بأيديهم. من وصلهم إلى هذه الحالة؟ هذه الكارثة، هذه الفجيعة تكبر تتسع، والمصيبة أن الكل يتهم الكل وما زالوا يتناقلون التهمة، والكل يرمي الكرة في ملعب الآخر، والشعب من يدفع الثمن. سنكمل الحديث في هذه الحلقة في الحلقة القادمة عن نفس الموضوع، موضوع هذه الحرائق وموضوع حرق مستشفى الحسين في الناصرية. أحييكم وألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.